السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أحبتي من جديد، ما زلنا مع قناة تفسير الأحلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الكرام، النهاردة هنتكلم عن رؤية الزوجة تدعو على زوجها. بطبيعة الحال هذه الرؤية لما نحب نفسرها، الأصل إن المرأة المتزوجة ما تكونش في حقيقتها زوجها ظالم، لان دي هتبقى حديث نفس. ركزوا معايا في اللي انا بقوله، لان هي بتحاول تنفث عن نفسها في قضية الاحلام، بتعالج مشاكلها في المنام لانها مش قادرة تعالجها في الحقيقة. طب لو ما فيش الكلام ده تبقى رؤية، طب معناها ايه بقى؟ لو رأت المرأة انها تدعو على زوجها، ولكن لو رأت أنها تدعو عليه بشر، هذه الرؤية لن تتحقق إلا إذا كان هو، يعني سبحان الله العظيم، قد آذاها في الحياة الحقيقية. طب أنت هتقول دلوقتي كلامك بيضرب بعضه. لا، في فرق ما بين أن أنا مش قادر أخد حقي في الحقيقة فباخده في المنام، لكن أنا أقدر أرده فلما أشوف الرؤية هنا منام. هذه الرؤية تدل على زوال هذا الظلم الواقع عليها إن شاء الله تبارك وتعالى. طب رؤية الدعاء على شخص بالموت، هذه الرؤية تدل على أنه سيحدث لهذا الشخص لو أنه آذاني بالفعل، ومع شديد الأسف. أما رؤية شخص يدعو عليك في المنام فهذه الرؤية تدل على كره هذا الشخص لك. رؤية جملة حسبي الله ونعم الوكيل بدون دعاء على شخص، رؤيتها بس جميلة جدا. هذه الرؤية اللي يشوفها من المتزوجين تدل على الحمل، لو رآها الرجل المتزوج حمل لزوجته، لو رأتها المرأة المتزوجة حمل لها إن شاء الله. طب المرأة الحامل ولادة سهلة وصحة لها ولمولودها، وأنه سوف يكون مولود معافى بفضل الله تبارك وتعالى. أما بالنسبة للعزاب، هذه الرؤية تدل على قرب الزواج إن شاء الله تبارك وتعالى. أما رؤية الدعاء في المنام، مش دعاء على شخص بقى، رؤية الدعاء طبعا معروفة أن رؤية الدعاء من الرؤى المحمودة جدا إن شاء الله تبارك وتعالى. فالدعاء تدل على الفرج وتحقيق الأماني وسماع أخبار سارة إن شاء الله تبارك وتعالى، وإن كان مريض تدل على شفاء من المرض إن شاء الله تبارك وتعالى. تدلونا في اللقاءات القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.